كل الزامي جاسبر كو زالي بيان الوغ اليوم كيما راكو تشوفوا لي بام صافي راح نديرو غاتو او بام الوغ بو كومونسي عندنا لا فارين عندنا 10 كويارا سوب تاع لا فارين 10 مغارف تاع الفارينه عندنا 6 مغارف تاع لو كاسوناد سكر كاسوناد انا خيرت لك لو كاسوناد مي اللي حبيتي ديرو سكر بلون ديرو نورمال يا با دو سوسي عندي 6 حبات بيض مع اون بينسي تاع لا فاني عندنا 4 كويارا سوب تاع الزيت عندنا 6 كويارا سوب دو لي 6 مغارف تاع الحليب عندنا ساشي تاع لا ليفور عندي اون بانسي تاع سيل بون هذيك 50 غرام دو بور مع 4 كويارا سوب دو 4 كويارا سوب دو كاسونات فوالا وعندي هنا 4 حبات تفاح هادو هما ماشي كبار بزاف الا عندكم تفاح كبير ديروا زوج حبات برك ولا كان موايان ديروا له ديروا اربعه كما انا فوالا الوغ فوالا بور كومونسي راح نخلط كامل لي زيليمون ساك راح ندير هادوك 6 مغارف تاع لو سكر كاسوناد مع لا فارين فوالا نزيد لهم الملح فوالا لا بانسي دو سيل نزيد لهم لا ليفور باردون لا ليفور هايليك Voilà, sachet tu as la levure. C'est 10 grammes normalement le sachet. Voilà, normalement 10 grammes. Voilà. Ça, je tombe bien. Je vais mettre comme les éléments secs. Donc, je vais mettre les éléments liquides. Je vais mettre le bête. Voilà, je vais mettre la vanille. C'est facultatif. Hein. تحبوا ديروا لافاني تحبوا ديروا لو زيت دو سيترون كيما تحبوا فوالا دوك نخلط نخلط بيان فوالا دوك نزيد لها الحليب فوالا ونخلطو نخلطو بيان حتى يولي لكم اوموجين نزيد الزيت هوليك لا ماتيير غراس تحبوا ديروا ميم تقدروا ديروا زبده نورمال فوالا لا بريباراسيون ابري ما خلطت بيان حتى من عييت فوالا هاي ليك كيفاش تجي ليكيد ابري ما كملت لا بريباراسيون تاعي دوك نقطع لي بوم دياولي بون كيما تحبوا قطعوا لي بوم تاعكم وشنو ما لازمش يكونوا خشام بزاف نورمال لازم يكونوا ماشي رقاق بزاف وماشي خشن باش كي تكونوا تاكلوا تحسوا بلي كاين تفاح فوالا الوغ دوك انا نقطعهم ونعاود نولي ليك كوكو لي زامي الوغ فوالا ابخي ما قطعت التفاح تاعي هاوليك ماشي خشين بزاف دوكا واش نروح ندير لا بريباراسيون تاعي هاي ليك لو مول تاعي بوغي اي فاريني دوك نفرغ نص تاع لا بريباراسيون هادي في لو مول تاعي ابخي نسد في كامل هاد لي بوم ونخلي شويه تاع لا بريباراسيون باش نفرخها من الفوق وندخلو للفوق 180 دوغري حتى يطيب ما نقدرش نقول لكم شحال يقعد باسكو كل وحده والفوق تاعها وكل وحده تعرف الفوق تاعها فوالا درت لا بريباراسيون تاعي في لو مول جيساي نمشيها مكامل لي كوتي باش نقدر ندير لي بوم فوالا دوك نمشيها من هنا ومن هيك ابخي نسد فوالا كيفاش راني نسد في لي بوم تاوعي اللي كنت قطعتهم دوكا حتى نغطيها كامل من الفوق ابخي نزيد لها هاد شويه اللي خليتها في لو بول فوالا دوك نكمل انا نسد في هذا ومن بعد نوريكم كيفاش ندير نكمل لا بريباراسيون تاعي نغطي بها كامل هاد التفاح فوالا ابخي ما ستفت كامل لي بوم تاوعي دوكا نروح ندير هذيك شويه تاع لا بريباراسيون تاعي نديرها كامل من الفوق نسيي نيت عليها كامل هكذا باش تجي كامل الفوق وتشبع ابخي ندخلها للفوق 180 دوغري الوقت كل وحده والفوق تاعها حتى تطيب كي تلوت ويتغطاو هادوك لي بون فوالا دوك ندخلها داخل الفوق ابخي 10 مينوت 15 مينوت كي نشوفها بدات تطلع نجبدها وندير ندوب نكون ديجا دوبت هادوما لو كاسوناد 4 كويارا سوب دو كاسوناد مع 50 غرام دو بور ونديرها من الفوق دوك دو فاسون دوك نوريكم كيفاش دوك ندخلها داخل الفوق
Voilà, les 15 minutes bientôt terminées. Alors, d'eau, zibda ou le cassonade, 50 g de beurre, ma 4 cuillères à soupe de cassonade. Après, nous ferons le gâteau. Après 15 minutes de cuisson, le gâteau, nous ferons zibda ou sucre cassonade. Voilà, après 15 minutes de cuisson, donc nous ferons la préparation du four. On me chiha le pinceau avec un pinceau. Voilà. On khalleh 20 minutes dans le four. Ana khalleh 20 minutes. On toma kima qult lkom kol wahda w lfour taha pour la caramélisation. Voilà. Voilà donc avec un pinceau. Nmchiou ghir bil'aql. Voilà. كامل لا سيرفاس تاع لو كاتو ندخلو نخليه 20 مينوت في الفور بور لا كاراميليزاسيون تاع هادوك لي بوم لي من الفوق يجيكم بزاف 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 بنين. فوالا ابري ما فرغت كامل ما بريباراسيون لي قعدت لي هذيك شويه اللي خليتها جاي سي دوكا باش نمشيها كامل فوق لي بوم ابان بركه ماشي لازم يتغطاو كامل باسكو ديجا دوك تطلع. Recoco les amis, alors voilà mon gâteau après ma table. واحد الروايح واش نقول لكم في الكوزين راهي تعبر. شوفوا كيفاش كي طاب كيفاش تنحى كامل من لي بوغ تاع سنيما وحده. فوالا انا حبيتو شويه كروكون من الفوق هاد الكاسوناد مي نتوما الا ما حبيتوش هاد الكروكون دوبو مليح السكر لو كاسوناد مع الزبده خليه حتى يدوب بيان ابري ديروه من الفوق. انا حبيته هكذا حبيته تجي شويه كروكون باسكو لو غاتو بزاف طري بزاف. شوفوا شوفوا كيفاش شتو دوك نروح ندير لو شوتينغ ابري نوريكم لي فوتو جيسبر تسيو لا ريسيت وتبعتولي لي